انتبه، هذا استدراج. أنت الآن تتشافى وتتعافى، حذاري من جهنم، تب إلى الله. وخطف الجن فهو لسليمان عليه السلام، ومن ابتدع ذلك فهو مبتدع كذاب دجال. هل يمكن للإنسان أن يخرج منه الدم، يتبوع الدم بدون مرض وبدون جن؟ مر هنا معي الكثير وعالجته بكلمته: خذوا مما أخذنا أو من أخذنا، خذوا من ذلك، من صاحب ذلك القبر، هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، يكون سبب لك، لا يمسك شيطان ولا يمسك السحر. والشيطان يعني الشياطين موجودون، والشخص هذا المرء يريد أن يحصن نفسه وقاية، والوقاية ونطبق هنا نطبق هذه القاعدة: الوقاية خير من العلاج. لوقاية الجن، والوقاية من الجن أولا الأصل في التوحيد، التوحيد عباد الله، التوحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، علم العقيدة. العقيدة كما قال ابن حزم هو الاعتقاد، الاعتقاد هو الحكم الديني الجازم، هو حكم ديني جازم. وأركان العقيدة هي أركان الإيمان، وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركان التوحيد ثلاثة أو أربعة حسب التشخيص: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية حسب التفصيل. وهناك من يجمع الحاكمية في الركن الأول من التوحيد، هذا للتعليم فقط. أما الأصل هو التوحيد، والأصل هو العقيدة، المسائل الإيمان. هذه المسائل لا بد على المرء من ضبطها وفهمها لكي ينجو من فخاخ هذا الشيطان. هذه نقطة. نقطة ثانية: التحصين يكون بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تعلمناه من الكتاب والسنة، والتحصينات مذكورة في كتب الأذكار، يعني أذكارك، أذكار الصباح، أذكار المساء. مثلا اقتنيت لباسا ما تقول، تريد دخول إلى بيت الخلاء ما تقول، الخروج من البيت ماذا تقول. سنة، لا أقول التعازيم والتركيبات والبرامج المزعومة الآن عند الرقاة، لا لا لا، الرجوع إلى الأصل، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا مما أخذنا أو من أخذنا، خذوا من ذلك، من صاحب ذلك القبر، هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حصنوا أنفسكم وأولادكم وبيوتكم بما قال النبي، ولا تحصين غير ذلك إلا الكذب. تحصينك أخي أو أختي هو ما جاء في الكتاب، وهنا كتاب عظيم جدا 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 جدا. هذا حصن المسلم، حصن المسلم فيه، هذا حصن المسلم. الأخ يقول للكاميرا: هذا حصن المسلم، وهذا المخرج حفظك الله شكرا. حصن المسلم هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه ما يغنيكم. بهذا الكتاب يكون سبب لك، لا يمسك شيطان ولا يمسك السحر. كتاب هو في حجمه صغير ولكن عظيم جدا. النقطة الثانية: إذا أصابك الشيطان فالعلاج بيناه، وهو برقية شرعية. هل الرقية الشرعية واجب عليك أن تذهب إلى الراقي أو تذهب إلى المرقي؟ من؟ واجب عليك أن تدعو الله وترقي نفسك بنفسك، فإن أتى الله بالشفاء الحمد لله، ولكن إذا تفاقم عليك الأمر فهو جائز لك أن تذهب عند راقي، فهذا لا بأس به، والراقي يكون راقي شرعي. وأنتم فهمتم الآن في هذه الجلسة من هو الراقي الشرعي. الراقي الشرعي هو الذي يقرأ عليك فقط ويتوكل على الله، وعندما يحضر الجن يقول له: أخرج عدو الله. هذا راقي شرعي، باش تفرق ما بين الراقي والمدجال والخطاف والمشعوذ، هذا الشيء غنتكلموا عليه. إذن الراقي الشرعي بسيط، يقرأ عليك الكتاب بدون تشخيصات وبدون تفصيلات وبدون بدون تلفيقات. عندما يحضر الجني يقول: أخرج عدو الله. ما بغاش يخرج الجني، أقرأ عليه أخرج عدو الله.
ويخرج بإذن الله ولو كان يعني كما تقول أنتم ملك الجن. ما الفرق بين الملك والخادم؟ فشياطين، هذا شيطان وهذا شيطان. ملكهم فهو أضعف الضعفاء، وبل هو أوهن من بيت العنكبوت. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وبرقية هي أقوى من الشيطان. هذه الظاهرة قديمة، ليست بحديثة، وتوجد عند أمم من قبلنا. إذا ذهبنا إلى تأصيل المسألة حتى في الأمم القديمة تجد لهم وتجد عندهم هذه الخرافات وهذه الخزعبلات من أجل شفاء المريض الروحي أو الروحاني. اللجوء إلى الأضرحة واللجوء إلى ما يسمى بالقباب أو ما يسمى بالأولياء أو ما يسمى بالسيد حسب مصطلحات المنطقة هنا في المغرب، هذه كلها شرعا محرمة وكلها منهي عنها شرعا. النهي واضح في الشرع ويعلمه حتى العوام، لأن التداوي بالحرام حرام، والتداوي بالميت واللجوء إلى الميت والتوكل على الميت والاستغاثة بالميت فهي شرك ومحرمة. الاستغاثة واللجوء إذا كان من شخص موجود فهو جائز، إنسان حي تقول أعيدني وأغيثني فهو جائز. مثلا أنت تغرق ببحر وتستغيث تستعين فهو جائز، ولكن تستعين بميت بروح غير موجودة فهذا حرام ويؤدي بك إلى الشرك. إذن إذا لجأ الناس إلى القباب وهي ميتة فهذا حرام وشرك وشعوذة. وفيها تفصيل، فيها تفصيل، ليس كل من يذهب هناك فهو مشرك، لا، نحن نقول فيها تفصيل، يعني نوع الطلب وكيفية الطلب. إذا ذهب الإنسان إلى الضريح وقال يا ولي الله أو يا فلان ويا ولي الله أريد منك كذا وكذا فهذا شرك بالله، أو شافيني فهو شرك بالله، أو أعطيني فهو شرك بالله، لأن هذه الصفة لا تليق إلا بالرب جل في علاه، وهي صفة الشفاء وصفة العطاء، لا تكون في مخلوق غير مرئي. وإذا طلبتها من الجن فهو كذلك شرك بالله هن، فكذلك هو شرك بالله. أتكلم في هذه الجهة من هذه الكاميرا وينبئ مرة أخرى المخرج، لأنني كنت مخدوع مع الكاميرا الثانية، ما شاء الله عندي الطاقم جاهز يكمن في هوليود ما شاء الله. إذن نعود إلى العدسة هنا. قلت بالنسبة للأضرحة والقبل والأولياء سواء كانوا أصلهم طيب أو خبيث، لا أتكلم عن الأصل لأن هذه مسألة أخرى، أتكلم عن اللجوء إليهم. اللجوء لا يجوز ولا يمكن التداوي بهم، ولكن السؤال المطروح هل ممكن التعافي وانتفاء الأعراض من بعد اللجوء إليهم؟ أقول نعم، كثير منهم ذهبوا إلى الأضرحة وإلى المشعوذون وتشافوا وتعافوا بإذن الله. لماذا وكيف؟ أجيب. أولا هذا ابتلاء من الله يبتليك، وعندما تبتلى هنا تأتي السنة الربانية، أفمن يجيب المضطر إذا دعا. إنسان يكون مضطر للعلاج ولا يتعافى عند الطبيب ولا يتشافى عند الطبيب فيذهب إلى الضريح فيتشافى مضطرا وضطرارا، لأن الرب سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. إذن الرب يستجيب إليك إذا كنت مضطرا، ولكن هذا الأمر كما يقع لأصحاب الفلك، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أصحاب الابتلاءات ولو مشركون يدعون الله أثناء المحنة، ولكن عندما تزول المحنة يعودون إلى شركهم وغيهم. ولو دخلوا إلى جهنم لقالوا ربنا لولا أخرجتنا من النار، ولو خرجوا من النار لعادوا وأشركوا ولو بدار جهنم. هكذا خلقهم الله، خلق الله البشرية بهذا الشكل. سبحان الله، البشر خلق عظيم وخلق عجيب وتركيبته عجيبة. هنا العلاج يأتي ولو عن طريق الضريح استجابة من الله اضطرارا، ولكن ليست شرعا، بمعنى السنة الشرعية، لأن السنة الشرعية تقول لك اذهب عند الراقي الشرعي أو عند الطبيب من يداويك بطريق صائب وبطريق منطقي وبطريق مشروع. ولكن عندما تلجأ إلى أهل البدع وأهل
الفسق وأهل الشعوذة وإلى الأضرحة اللي بها الشركيات واضحة، فهنا تذهب أنت وتخالف شرع الله، ومع ذلك يستجيب الله لك كما قلت كونا وليست شرعا، بمعنى لا يأمرك الله بها، هذا هو المعنى، لم يأمرك الله واستجاب لك، وهذا واقع. إنسان يسب الرب ويستجيب له، يسب استغفر الله، يسب الله وترى يستجيب الله له، لماذا؟ هذه استجابة كونية ليست شرعية، لأن أنت عبد الله بينك وبينه، لماذا استجابك؟ فهذا أمر فيه حكمة ربانية، ولكن فيه ابتلاء لك. قلت انتبه، هذا استدراج، انتبه، هذا استدراج، أنت الآن تتشافى وتتعافى، حذاري من جهنم، تب إلى الله، عبدي شاب رأسك وانحنى ظهرك، وانحنى ظهرك، يقول لك هذا حديث قدسي، عبدي شاب رأسك وانحنى ظهرك فاستحي إني أستحي منك، الرب يستحي منك فاستحي. ولا بد أن ننبه كلمة استحياء وهنا تكون مصحوبة فاستحي منك. الله سبحانه وتعالى ابتلانا من أجل الرجوع وليس من أجل الإغواء. هي الحالات مختلفة ومتشابهة ومتشابهة ومتشعبة، وإذا أردت اختيار حالة لا أستطيع، لأن مرر معي أو مر معي ما يشيب له والله العلي العظيم، لا أستطيع ذكر بعض الأمور الخطيرة جدا، لا أستطيع. أحيانا تكون فيها أشياء، يعني أنا لا أخوف الناس، لا هي منطقية موجودة، لا أتكلم عن الخوارق شيء خارق، لا هو شيء ملموس ويتقبله العقل ولكن غير طبيعي. الحالات العظيمة والخطيرة وهي الحالات النفسية، اسمعوا مزيان وهنا تستغربون، الحالات النفسية فهي أكثر غرابة من الحالات الجين. الجين تجد دائما حضور جني بتخبط ويتخبط ويقول ما قال ويخرج، تخبطات عادية كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبط يترنح أو يتكلم أو يقول كلمات محدودة ويخرج، ولكن كل من وجدناه يتكلم في تأصيلات على الماسونية وعلى الأضرحة وعلى كيف يتغير، هذا كل وجدناه أمراض نفسية. هذه الخطورة، هي دي الخطورة، أن المريض النفسي عندما يحكي باللاوعي العقل الباطني، والعقل الباطني يخزن كل من رآه من أفلام ومن مسلسلات ومن حوادث واقعية يستحضرها له عقله أثناء الانفصام، وهذه الحالات الغريبة ولا تنتهي. وأقول لكم، هل يمكن للإنسان أن يخرج منه الدم، يتبوع الدم بدون مرض وبدون جن؟ مرة هنا معي الكثير وعالجته بكلمتين، مجرد أن يقتنع أنه يتوهم، وتعالجوا وتشافوا وتعافوا، ومن أراد الأدلة فعندي مسجلات شهادتهم هم أنهم تشافوا وتعافوا في جلسة واحدة بدون خروج جني في هذا المركز. هل ممكن أن يخرج الزاج؟ والسؤال المطروح، الحالات الغريبة عندي هنا قننة وعندي فيها فيديو، الزاز يخرج من العين وعندما ترقيها لا يوجد شيء، خروج الخيوط وخروج الحجر وعندما ترقيها لا يوجد شيء، وزاروا جميع الرقات ولا شيء. هذه من الحالات الغريبة، من شخصها بأنها سحر فعليه بالدليل، ولا دليل، لو كان دليل لقمنا به. أما الكلام نعم سحر فهو سهل على اللسان، نحن نتكلم كأهل ثقة، الناس يتعلمون منك، الناس غدا يوم القيامة يلجمونك بما قلت، من أين أتيت بهذا؟ كيف حكمت على هذا؟ وكيف شخصت هذا؟ الناس تتعلم منك، أنت صاحب قناة، انتبه، الأمر خطير، الشهرة سهلة، ردابة دير فضيحة وتشهر، كل شيء تعرفك، راه سهل تولي بحال نانسي عجرم، ولكن ماشي سهل باش تكون في قعر جهنم، راه ماشي سهل تصبر، انتبهوا. هنا الحالة الغريبة الأخرى وهي أخت، وهي كذلك مسجل، أنا أذكر الماء اللي عندي مسجل، لأن إذا ذكرت شيء لم يسجل ربما قول مني،
أنا أتكلم ما سجلته هنا وعندي في الفيديو، وهو موجود في القناة الرسمية بصوت وصورة. سيدة من فرنسا أتت عندي، كان عندها مشكل في درسها، هذا الدرس اختفى وكان عندها موعد مع الطبيب، وقبل الذهاب إلى الطبيب اختفى. كيف اختفى؟ نامت عند استيقاظها تجد هذا الدرس اختفى بدون عملية، وهي راقدة مع أولادها وفي بيتها ولم تخرج، ومع ذلك مصحوبة مع العائلة والشهود معها. استغربت، والغريب في الأمر لا توجد عملية ولا يوجد أثر دم ولا يوجد أثر جرح، والدرس إذا كان مقلوع أو مخلوع يكون له أثر على الأقل 3 أيام من لا يوجد أثر. فذهبت عند الطبيب فاستغرب، فأخذت موعد لغرس درس أخرى. فما هي المفاجأة؟ أتستغربون؟ سمعوا، المفاجأة نامت فاستيقظت فعادت درسها. واللي يبغى يشوف الفيديو شوف الفيديو. شكون هذا؟ جن. إذا قلتم جن ستحاسبون أنتم عن ذلك. تقول للمنطق، ما المنطق؟ نقول سبحان الله، لله في خلقه شؤون، الله قادر. واش الله قادر لما قادرش؟ قادر. أن أتكلم عن التشخيص، لا نتكلم عن قدرة الله. الله قادر. التشخيص، كيف نشخص ذلك؟ هل هو جن؟ من قال جن فهو مبتدع، ومن قال سحر فهو مبتدع. انتبهوا، نقول الله أعلم ونقول سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. ممتاز جدا. الخطف، أنا كما قلت وتكلمت عن الخطف وقلت الخاطف على خطى الدجال، فهو على طريقة الدجال، والدجال هو الكذاب والخطاف كذاب. أنا جئت مباشرة ثم أفصل. أولا، أين الدليل في الخطف؟ لا يوجد في الكتاب والسنة. هل قال به علم؟ بحثت فوجدت فتاوى العلماء كلها تحرم ذلك ولا أصل لها، وقالوا هذا تكهن وافتراء وكذب ودجل، وهم في خطر عظيم. طيب، إذن الخطف من أين أتى وكيف أتى؟ الخطف الآن يتطلب لنا معالج مع واسط. هذا المعالج يظن أنه يخطف الجني عن طريق الوساطة، هذا الوسيط. وفيهم نموذج ثاني هو الخاطف، يعني هذا المعالج هو الذي يخطف وينحر. وأنا عملت فيديو في مكان في هذا المكتب كيف نحرت الجن، وقلت هذه خدعة، والسيدة نحرت وتشافت، وعندي هذا الفيديو. يعني قمت أنا بالنحر وقلت النحر خدعة، وبينت لهم ذلك بالتجربة وبالواقع، لأن النحر يكون للحالات النفسية، أما النحر الجني فهذا ملك لا ينبغي لأحد من غيري، وهو لسليمان عليه السلام. وخطف الجني فهو لسليمان عليه السلام، ومن ابتدع ذلك فهو مبتدع كذاب دجال. وقلت الخطف الآن يزعمون هم هاد الرقاة يعني المتبجحون الآن، يقولوا أنا أخطف الجني، وطريقة الخطف كيف تأتي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة هنا ولا هنا أخي؟ هنا. هذه الطريقة تأتي على الشكل التالي.